كوكو كريغليتي، كوكو سكان الحديرة الكبرى، يلا جيبوا ورقة وستيلو وما تنساوش الخشيبات. كيف كيقول المثل المغربي، الفقيه اللي نسناو بركته دخل الجامع ببلغته. نسمعوا طونطون الفقيه الشاشائري شنو قال ونرجعوا. وسمحوا لي الكلام هذا غادي نقوله كلام شوي خطير وننزه عليه المسجد، ولكن نقوله اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقة للسياحة الجنسية. للأسف الشديد نعرف بعض العائلات بدأت ترحل يبيع برخص القيمة باش يخرج من العقيد، لأن أصبحت كثير من المنازل كثير من البيوتات عبارة عن بيوت دعارة مفتوحة. حاليا معك رغلاتي ما بقت لا عين ترك لا أنيطة لا أم حسن لا فيلاج اللفت، من دابا ما كاين غير العقيد لطفي. بخك بخك. من بعد هذا الفيديو ديال الإمام ولا خرج عاود من جديد وكيقول بأنهم وقفوه من بعد هذا الكلام اللي قالوا. الثلاثاء الأربعاء فأفاجأ اليوم أنني أطالب في شؤون الدنيا على الساعة الثانية من طرف رئيس المصلحة، لأن المدير خرج في عطلة. فجأني قال يا أستاذ أنت تعلم ما وقع؟ ما وقع، درس جمعة أتحدث عن واقعين الإشكال، قال له تداعيات وكذا وكذا، ولكن تخوفكم هذا أمر غريب رغم أن مدير الشؤون الدينية تقال. ولكن مباشرة من بعد ما جبدوا ليه شوية وديناته وتهلاو ليه في الحالة أرجع. وكيف كتوقعوا سبحان الله عمرهم ما كيخيبوا ظننا، دايما داكشي اللي كنتوقعوه هو اللي كيوقع. كيف كنتوقعوا الرجاء كيهضر علي من على المخزن بخك بخ. أن تستغل الفيديو الذي نشرته درس الجمعة أو التعقيد وأرادوا أن يضربوا بلدنا ويضربوا وحدتنا ويضربوا استقرارنا من خلال هذا الفيديو ويصوروا كأن هناك أمر مهول، خاصة إعلام المخزن للدولة المجاورة. للأسف الشديد إعلام المخزن جعلوا أرمادة من الإعلاميين يقطعون كثير من المقاطع عن سياقاتها ويصورون أن الأمر مهول. أولا السؤال اللي غادي نسولو هو ما علاقة المخزني بما يقع في العقيد لطفي؟ دابا ما كاين غير العقيد لطفي. بخك بخك. كريغلاتي من الوقيته اللي هضرنا فيها على ازمه العدس يا جدك، وهما كيجيو يكتبوا لنا العدس في المغرب داير 30 درهم. راكم عارفين كريغلاتي عندهم واحد الجروب مغرب، كيجيوهم الاوامر باش يكتبوا لنا واحد الكومونتير كيجيو كيتجاراو يكتبوه. دابا مع ازمه العدس يا جدك جاو كيكتبوا لنا العدس في المغرب داير 30 درهم. دابا قبل ما نمشيو لموضوع العدس كريغلاتي، هاد المره ملي بقاو يصيفطوا لكم شنو غادي تكتبوا في التعاليق، على الاقل حاولوا ما ديروش كوبي كولي باش حتى الا كانت شي اخطاء املائيه في شي ميساج وصلكم ما تصدقوش كلكم معاودين نفس الاخطاء الاملائيه. بخك بخك. قررت نوصل الكذاب حتى لباب الدار، فقلت نمشي لواحد من الاسواق التجاريه. علاش واحد من الاسواق التجاريه أمو صبع المغبونه؟ حيت الا مشينا عند موالي الهريه والاسواق الشعبيه غنلقاوه رخيص، فقلنا نمشيو عند اغلى ما كاين ونشوفو شحال ساوي. ايوا يا مو صبع المغبونه، حنا في بلاصه العدس انتي 22 درهم، هذا مول 18 درهم يا جدك. شوفي معايا مزيان، نزيدو نشوفو هذا البرتقالي، ليس العدس الابيض انه العدس البرتقالي يا مو صبع المغبونه. كان هذاك عدس البكية وهذا العدس ديال العبار، هذا العادي وهذا البرتقالي. نشوفوا البرتقالي شحال داير، 19 درهم. على العموم مغيبناتي 30 درهم بالنسبة لنا حنا كمغاربة على حسب القدرة الشرائية والحد الأدنى للأجور في المغرب هي زايد شوية في الثمن، ولكن كنقدروا نشريوه ومن هاد الشيء كامل موجود، يعني حتى كان زايد شوية في الثمن كنقدروا نشريو. ولكن الا جينا نشوفو 30 درهم قيمتها بالنسبه للقدره الشرائيه والحد الادنى للاجور في الشاشاير فراه غاليه بزاف يا محمد. الا قلنا المواطن الشاشائري الحد الادنى للاجور عنده هي 1500 درهم مغربيه، فما معناه انه كيشد
الربع ديال الحد الأدنى للأجور في المغرب أولا. ثانيا كري غلاتي رانتوما عارفين ما عندهمش لي بيغو دشونج، وباش يبدلوا الفلوس خاصهم يمشيو للبنكة، وباش يمشيو للبنكة خاص يديو معاهم جيستيفيكاتيف يعني فيزا أولا ما يعادلها باش يقدر يبدل الفلوس. وإلا بغى يبدلهم بلا مبرر بلا جيستيفيكاتيف خاصو يبدل في النوار، يعني ملي كنشوفو في المواقع أو السعر القانوني كنلقاو أنه الدرهم المغربي ب 15 دينار ششائري، ولكن ملي كتبدلو في النوار كتقدر توصل حتى 20 دينار ششائري، فطبيعي بالنسبة لهم 30 درهم، درهم ب 20 دينار، عرفتو شحال هي 30 درهم؟ قولوا لي في التعليق شحال. كري غلاتي خليونا من الفول والعدس واللوبيا نديكم تاكلوا الحوت السمك المغربي داكشي تاع المحيط الاطلسي والمهديه، وراكم عارفين غنمشيو لواحد ريستورون في مدينه القنيطره. كنرجع نقول انا ما كنديرش كولابوراسيون، كنمشي لشي بلاصه كتعجبني كنصورها. كري غلاتي احنا في مدينه القنيطره تحديدا في لافيلوت او المدينه العليا في ريستورون لونغوستا. يالله ندخلوا يا كري غلاتي، هيني كري غلوتي يا لالا. هذا هو الريستوران من الداخل يا كري غلوتي. نمشيو نختاروا لنا السمك ديال الاتلانتيك تيك تيك على رأي السيل غوتي، كتختار الحوت اللي بغيتي وكيوجد. يا سلام. في الطبق الارضي كاينة اسباس فام خاص بالنساء وفقط النساء يا كري غلاتي. عجبتني الإضاءة اللي في البلافون على شكل باطويات صغار، البوطي البوطي اللي تمشو فيه المارساي يا كري غلاتي. دابا ندوزو لي بلا كري غلاتي. خدينا بعدا واحد سو بواسون، وحيت انا عندي لاليرجي من واحد النوع معين ديال الاسماك دارو بحسابي. العدس لا العدس لا، مصبع المغبونه غنجيها نهيار عصابي. ايوا دابا ندوزو للسمك. الصراحه الماكله كانت بنينه يا كري غلاتي، هادشي تشوفوه في الجنه برك برك. هذا الطبق الثاني يا كري غلاتي، وفاش كنساليو كنشربو عصير في صحتي كري غلاتي. هيني يا كري غلاتي يا لالالو، الفقصه والعدس والحوت والاطلنطيك تيك تيك. كري غلاتي نتمنى هاد الجوله تكون عجباتكم وفوجات عليكم شويه من ديك الغبينه اللي نتوما فيها. يلا خليت لكم الراحه، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.